ما تنساوش تشاركوا معايا في القناة ديالي وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، والضغط على زر لايك بطبيعة الحال الى عجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم معايا في الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه الطريقه من طرق اصلاح بعض المشاكل ديال الاقلاع بالنسبه للجهاز فيزيون فوغ واحد. وهذا كما كيبان قدامكم عنده مخرج الهاش دي ام اي جي 45. نديرو شارجور كما كيبان قدامكم، كيبقى مبلوكي في الخيط كيبغيش يكمل يقلع. بالنسبة لأغلب أجهزة فيزيون كيكون عندهم ليتوج ديال باور، كيكون عندهم بوطونات اللي ممكن نستعملوهم باش ندخلو الجهاز لمود ريكوفر وندوزو له فلاش باليو اس بي. لكن بالنسبة لهذا الجهاز مادام ما فيهش حتى حاجة، يعني عنده غير جهاز تحكم عن بعد تيليكوموند، بالنسبة لي أنا ما بحثتش بزاف ولكني لقيت عندي الحل ديال ممكن ندوزو له فلاش ديال لي بروم ديالو بواسطة الميني بروغرامور ميني برو. يمكن لكم تشريوها من الاي باي، ما بقاتش غالية دورها رخيصة. اللي ما يقدرش يشريها يدي الجهاز عند معلم ديال الالكترونيك يصوب له الجهاز ديالو. تبعوا معايا الطريقة كيفاش غادي نديرو. اذا كما كيبان لكم هذا هو لي بروم، وهذا اللي خصو يتفلاشا. غادي نزولوه نديروه في لاباري باش يمكننا ندوزو له فلاش. Thank you.
ما تنساوش تشاركوا معايا في القناة ديالي وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، والضغط على زر لايك بطبيعة الحال إلى عجبكم الفيديو.